السلام عليكم. حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز. أول رد من الفنان محمد رمضان على ما قيل حول الفنانة سميرة عبد العزيز، تابعونا. الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين. طبعا كلام كتير اتقال عن الفنانة سميرة عبد العزيز وعن الفنان محمد رمضان، وباختصار اللي حصل، الفنانة سميرة عبد العزيز خرجت في فيديو او في تصريحات بتقول ان في رسالة اتبعتت لها على الواتساب من الفنان محمد رمضان بيهزقها وبيشتمها، بيقول لها انت اجرك قليل، انت جزمة والدتي بمقام مش عارف ايه، وكلام كتير اتقال. وخرجت الفنانة سميرة عبد العزيز بتأكد الكلام ده، ولكن بتقول ان هو اتقال من سنتين فاتوا، اللي فتح دلوقتي الله اعلم. ان انا اكلمها في اجرها كام، وانها شحاته، وان ضفر امي برقبتها، وعمري في حياتي ما اتكلمت مع حد اكبر مني بالاسلوب ده. ولكن هو كلام صعب، يعني لما نيجي نشوف الفعل ما يجيش قد رد الفعل. بمعنى التصريح اللي طلعت حول هذا الخبر بتقول ان سميرة عبد العزيز رفضت تقوم بدور ام للفنان محمد رمضان في احد الاعمال. وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي. وقالت انا عملت دور ام او مثلت دور ام لعظماء التاريخ، ما جيش اعمل دور ام لواحد بلطجي وبيطلع بالسكاكين، مش هي دي الحارة المصرية اللي احنا اتعودنا عليها. ورفضت الدور. واللي اتقال ان محمد رمضان بعت لها رسالة جارحة جدا على الواتساب بيقول لها ان انت بلاش. وبما ان محمد رمضان خرج النهاردة ونفى كل الكلام ده، فما فيش داعي ان احنا نعيده تاني. محمد رمضان خرج في فيديو النهاردة عبر حسابه على انستجرام بيقول ان الكلام ده ما حصلش نهائيا، ولا انا بعت رسائل لحد ولا قلت الكلام ده نهائي، والست دي زي والدتي. واكتر شيء اسعدني ان من قبل ما اطلع اعمل التكذيب ده وانا جمهوري ما صدقش. بصراحة مع اني مختلف مع الفنان محمد رمضان، ولكن مش كل حاجة نبدأ بالهجوم عليها ناحية الاتجاه محمد رمضان، سواء هو قال او ما قالش، ولكن في النهاية هو طلع واعترف وقال ان انا ما قلتش فخلاص ما قالش. احنا طبعا متعودين من محمد رمضان على ركوب الترند والقصص اللي انت احنا حكينا عنها قبل كده، ولكن ده ترند جاله على الجاهز فقال يا الله زيط. ولكن طبعا الاكيد اللي هزعل محمد رمضان ان مفيش حاجة يعلن عنها عشان يركب عليها الترند. طبعا كلنا عارفين، وانا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده، ان محمد رمضان بيستغل الترند والشوشرة والبلبلة اللي بيعملها حوالين اي حاجة كانت صغيرة او كبيرة عشان من وراها يعلن لحاجة لعمل هو بيعمله اخر. واللي ما تابعش الفيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن يتابع ليه محمد رمضان بيطلع ترند او بيحب ركوب الترند دايما قبل حاجة من اعماله او في خلال ان هو بيصور كليب او بيعمل مسلسل او الكلام ده كله. تابع الفيديو ده يكون مهم جدا ليكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ارجو انه يكون كان مفيد ليكم. تابعونا لمزيد من الفيديوهات. كان معكم شريف ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.